أكد سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية تضامن مملكة البحرين والدول والشعوب العربية والإسلامية مع المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في وجه الحملات المغرضة والمؤامرات المشبوهة التي تستهدف المساس بسيادتها ومكانتها الرفيعة كركيزة للأمن والاستقرار والتقدم الاقتصادي في المنطقة والعالم. أوضح الرميحي في تصريح لصحيفة الحياة أن وقوف العالم العربي والإسلامي في صف واحد إلى جانب المملكة وقيادتها الحكيمة وشعبها العزيز يمثل تعبيرا صادقا عن عمق روابط الأخوة التاريخية ووحدة الدين والدم والهدف والمصير المشترك، ووفاء لدورها الريادي في قيادة الأمة والذود عن حقوقها ونصرة قضاياها العادلة باعتبارها حسن العروبة المنيع وفخر الإسلام المعتدل. أضاف أن السعودية مهبة الوحي وحاضنة الرسالة الإسلامية السمحة ستظل بمبادراتها الرائدة والمشهودة في دعم السلام ومكافحة التطرف والإرهاب أقوى من أي حملات معادية غرضها النيل من سمعتها ومكانتها المرموقة. أكد رميحي أن المملكة العربية السعودية قلعة شامخة برمزيتها الدينية والتاريخية والحضارية ومواقفها العروبية الأصيلة وإسهاماتها الرائدة في خدمة الإنسانية لا يدريها سهام المتربصين ولا أطماع المترصدين ولا تساقط الصغار أمام أسوارها منيعة، وستبقى كبيرة أمام كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها وسمعتها ومكانتها الروحية راسخة في قلوب العالم أجمع، وستواصل مسيرتها التنموية ومشروعاتها الاستثمارية الكبرى.